ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على هرمون مهم جدا اسمه الاستراديول او الاستروجين. وقبل ما نتكلم على تحليله وازاي نقرأ التحليل بتاعه والنسب الطبيعية بالنسبة لهذا الهرمون، هنتكلم الاول على هرمون الاستراديول. الهرمونات هي جزيئات كيميائية بتفرزها خلايا غدية في جسم الانسان، وبتأثر على في خلايا خاصة، وكل نوع على حسب نوع الهرمون اللي بيفرز وبيأثر على أنهي خلايا. ففي هرمونات بتأثر على نمو وتطور وظيفة معينة مثلا، أو بعض الخلايا بتكون أو بعض الهرمونات بتكون مستهدفة خلايا بعينها. وفي التحليل ده هنتكلم على هرمون الاستروجين ودوره وتأثيره على الجسم. هرمون الاستروجين هو هرمون أنثوي بتفرزه المبايض، وبتؤثر في تطور وظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي، وبتتكون استروجينات من استرويد بيحتوي على 18 ذرة كربون مرتبطة بمجموعة من الهيدروكسيل، وهي مركبات كيميائية. وعلى حسب النوع ده بقى بيتم تسمية الاستروجين او الهرمون ده. اول هرمون في مجموعة الاستروجين هو اسمه الاستيرون او الاي 1، وهو استروجين ضعيف نسبيا وبيحتوي على مجموعة من الهيدروكسيل واحد. تاني هرمون هو الاستراديول، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، هو اهم نوع من الاستروجين اللي موجود من بين المجموعات الاخرى او انواع الاخرى. تالت نوع اسمه الاسترادايول، وهو استروجين ضعيف جدا بيحتوي على 3 مجموعات من الهيدروكسيل، وبتفرزه المشيمة بكميات كبيرة أثناء الحمل. طيب، وبتفرز الغدة النخامية هرمون منشط للجسم الأصفر الـ LH وهرمون منشط للحوصلة الـ FSH، الاتنين بيسيطروا على إفراز المبيض لهرمون الاستروجين والبروجسترون. طيب، ايه تأثير هرمون الاستروجين ده او الاستراديول على الجسم؟ اولا، الهرمون الاستروجين له دور مهم جدا في الخصائص الجنسية للانثى، وبيحفز الاستروجين تطور بطانة الرحم وعملية الاخصاب، وكمان زيادة على ذلك التأثير المثالي لهرمون البروجسترون بيتم الحصول عليه مع تأثير الاستروجين الاثنين مع بعض في مثلا تحضير بطانة الرحم لعملية الاخصاب ووظائف اخرى خاصة بهذا الهرمون، اللي هو اول حاجة مثلا بيأثر فيها المبيض، فبيعمل الاسترادايول على نضوج المبيض لتكون قابلة للاخصاب. الرحم بيحفز هرمون الاسترادايول نمو بطانة الرحم، وبيزيد انقباضات عضلة الرحم. كمان المهبة بيؤدي إفراز هرمون استراديول إلى زيادة سماكة بطانة الرحم، وبالتالي بيؤثر كمان على إنتاج حمض اللاكتيك، وكمان يعني كمان بيعمل على انفصال وفقدان الخلايا المبطنة للرحم. وكمان بيؤثر الهرمون ده على عنق الرحم بشكل كبير، وكمان له تأثير بيسهل انتقال الحيوانات المنوية وبقائها في خلال فترة الإباضة، وبيؤثر على الاخصاب حيث بيظبط الاستراديول سرعة انتقال البويضة عبر قناة فالوب عشان تبقى جاهزة لعملية الاخصاب. كمان الدم بيزيد هرمون الاستروجين من تخثر الدم، فبيزيد من خطورة حصول التجلطات، بيقلل يعني من خطورة حصول التجلطات الدموية. وكمان بيؤثر على العظام حيث بيزيد الاستروجين من صلابة العظام ويزيد من نشاط بناء العظام. وكمان له تأثير مهم على البشرة والجهاز العصبي المركزي. عايزين نعرف بقى ايه هي اسباب انخفاض او اثار انخفاض هرمون الاستروجين الاستراديول في بالنسبة للانثى. بيعتبر هرمون الاستروجين من اهم الهرمونات في الجسم الانثى، لانه ضروري للحفاظ على
بنية ووظيفة وأداء سليم للجهاز التناسلي الأنثوي، وضروري للحفاظ على الوظائف الحيوية للإنسان كتحسين المزاج والرغبة الجنسية، إضافة إلى حماية جسم الأنثى من أمراض القلب والجلطات الدماغية وشاشة العظام. انخفاض مستوى هرمون الاستراديول أو الاستروجين بيأثر على أولا نقص في إفرازات المهبل وألم في الثدي وألم في أثناء الجماع، بالإضافة للضعف في الرغبة الجنسية، كمان الاكتئاب وتقلب المزاج، كثرة التعرق، الشعور بالإعياء والصداع وخفقان القلب، زيادة الوزن، هشاشة العظام، الالتهابات البولية والمهبلية المتكررة، مشاكل في الخصوبة، وربما بيؤثر على العقم. طيب إيه هي بقى إيه أثار ارتفاع هذا الهرمون؟ ارتفاع نسبة إفراز الهرمون الاستروجين بينتج عنه مشاكل وأعراض، من أهمها ألم وتضخم في الثديين، انتفاخ في القدمين، كمان زيادة الألم الناتج عن التقلصات، وزيادة كمية الدم المفقود أثناء الدورة. فإحنا عندنا هنا التكامل بين هرمون البروجسترون والاستروجين مهمين جدا، لأنهم لهم دور في انتظام الدورة الشهرية والصحة الإنجابية للمرأة. فالهرمونين دول يعتبروا من أساس مهمين جدا للمرأة. طيب هرمون الاستروجين بيعمل على نمو بطنة الرحم وبيحفز نمو نسيج الثدي وبيزيد من دهون الجسم وبيزيد من ويزيد طبعا لو هو زاد من خطورة الإصابة بسرطان الرحم، وخطورة كمان لو زاد في التجلط الدموي. الهرمون ده من الهرمونات المهمة جدا، وهنتكلم دلوقتي على النسبة الطبيعية ليه. احنا عندنا هنا الهرمون النتيجة 189 بالنسبة للمرأة بيكون من 63 ل356، وهي هنا تعتبر في على حسب بقى اللي هي كانت ساعتها بتعمل التحليل امتى، كانت في الميد سايكل، فهي تعتبر نسبة طبيعية. هتكلم بقى عن هرمون الاستروجين والحمل. فعند حدوث عملية الإباضة فإن الجسم الأصفر ده بيبدأ بإنتاج كميات كبيرة من من الاستروجين والبروجسترون لتجهيز الرحم والسماح بزراع بالبويضة المخصبة، يعني بزرع البويضة المخصبة. فعند حدوث عملية الحمل فإن مستويات هرمون الاستروجين تستمر في الارتفاع لتحفز نمو الكتلة العضلية والتغذية الدموية للرحم، كما أن مستويات هرمون البروجسترون ترتفع كذلك لتحافظ على هدوء الرحم وتمنع حدوث تقلصات مبكرة لعضلة الرحم. فلذلك فإن ارتفاع مستويات البروجسترون والأستروجين بيعملوا على تثبيت إفراز هرمون LH والFSH، مما يمنع حدوث الدورة الشهرية والإباضة أثناء فترة الحمل. فدايما بينصحوا إن احنا نعمل تحليل استراديول أو الأستروجين عشان نقدر نطمن على الكفاءة الإنجابية. لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك وتشيروا لحد تاني عشان يستفيد منه. بشكركم.